قال المصنف رحمه الله: ويسن السواك. قلنا هذه العبادة التي هي عبادة السواك تطلق في لغة العربي على معنيين. المعنى الأول وهو الآلة العود يسمى سواك، والمعنى الثاني هو الفعل، يعني إذا استاك الرجل يسمى سواك، فعلى الآلة وعلى الفعل. ولفظ السواك مأخوذ في لغة العرب في أصله من استاك الرجل أي تذلك، يعني السواك ساك بمعنى تذلك، لأن الرجل إذا استاك سوف يدلك أسنانه بهذه الآلة. وقيل سمي السواك سواكا من قول العرب تساوكت الإبل بمعنى تمايلت أعناقها، العرب تقول تساوكت الإبل بمعنى تلاوت أعناقها. والرجل إذا استاك لوى العود داخل فمه، فلهذا سمي السواك سواك. وهذه سنة جليلة رغب فيها الشرع كثيرا، فالفقهاء إذا تكلموا على هذه السنة يذكرونها ضمن أربعة محاور: المحور الأول في حكم السواك، والمحور الثاني في ما هو الشيء الذي يستاك به، والمحور الثالث في كيفية السواك، والمحور الرابع في وقت السواك. فعلى هذا سوف نضرب هذه السنة في ضمن هذه المحاور الأربعة. فنبدأ بالمحور الأول وهو حكم السواك. المصنف رحمه الله يقول في كتاب المغني: اتفق أهل العلم قاطبة على أن السواك سنة مؤكدة. السواك سنة مؤكدة، والذي جعله بهذه المرتبة من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وحث عليه ورغب فيه وجعله من الفطرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ورغب عليه وحث عليه وجعله من الفطرة. أما كونه من الفطرة فقد جاء في الحديث كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سنن المرسلين، وذكر منها السواك. فإذا هو سنة وهو فطرة من فطر المرسلين. أما حث النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على هذا السواك، حتى جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن خشيت أن يؤمر عليكم لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر المشقة: لولا أني خشيت أنه يشق عليكم لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك إلا خشية المشقة علينا، فلهذا هذه سنة مرغب فيها. وأما حثه عليه فقد جاء في صحيح البخاري من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كثير الكلام على ذلك، فلما استشعر منهم هذه الفائدة قال: لقد أكثرت عليكم في شأن السواك. أما مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه السنة فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية عائشة كما في الحديث الطويل حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم إنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضع لما في مرضه الذي مات فيه واضعا رأسه على حجره. قالت: فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي هو أخوها، قالت: ودخل وهو يستاك. قالت: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أبده نظره، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ عبد الرحمن. فلفطنتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أتريده؟ وهذا دليل على فطنة هذه المرأة جزاها الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار برأسه أن نعم، يعني هل تريد؟ ليش أنت تنظر تريد؟ فقال: نعم. قالت: فأخذته من عبد الرحمن فقدمته ثم لينته ثم ناولته إياه. قالت: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واستاك به
أحسن ما يستاك الرجل. قالت: ثم رفع أصبعه إلى السماء ثم قال: إلى الرفيق الأعلى. ثم صادت روحه صلوات ربي وسلامه عليه. قال العلماء: آخر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي السواك. آخر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم السواك. فإذا هذه السنة إذا كانت بهذه المرتبة التي لم يتخلى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته، دليل على أهميتها وعلى أن الشرع اهتم بها. فحري على المسلم أن يواظب على هذه السنة وأن يجعلها نصب عينيه. فهذا المحور الأول الذي هو محور حكم السواك، لأنه سنة مؤكدة باتفاق أهل العلم. فننتقل إلى المحور الثاني، وهو ما هو الشيء الذي يستاك به. يقول الفقهاء: ضابط ما يستاك به أن يكون عودا لينا غير مضر ولا مجرح للثة وغير متفكك. أن يكون عودا، وأن يكون لينا، وأن لا يضر ولا يجرح اللثة، وأن لا يتفتت في الفم. فإذا جمع هذه الأوصاف جاز الاستياك به. أما كونه عود فلأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك به، ويقال أفضل ما يستاك به هو عود البراك، ثم يأتي به عود الأرجو. وأما كونه لينا لأن الخشم مضر، وخاصة ينبه الفقهاء على ذلك إذا كان الإنسان في المسجد، لأنه إذا كان خشم والسن ممكن أخرج له الدم من أسنانه أو من لثته، فيضطر، لأن الدم نجس فيكون رقمه نجس، فيضطر أنه يخرج من المسجد حتى يغسل ذلك. فلهذا اشترطوا صفة اللين، ثم قالوا ألا يكون مضر للثة، وألا يصح اللثة ولا يضرها، وألا يتفتت، لأن إذا كان يتفتت فقد فوت مقصود الشرع الذي هو النظر. إذا نظرنا إلى هذه الأوصاف التي ذكرناها نجد أن عندنا هنا مسألتان: مسألة وافقت هذه الشروط، وافقت العود في هذه الشروط لكنها هي أفضل منه، ومسألة وافقت العود في هذه الشروط لكنها أقل منه. نتكلم على المسألة التي هي أقل من العود. ما حكم الإنسان أن يدخل إصبعه ويستاك بإصبعه؟ الآن الشرع ورد في العود، فنحن الآن لما تكلمنا المرة الماضية في المسألة الأصولية قلنا فيه بعض المسائل لا تقوى أن تصل إلى الشيء الذي نطق به الشرع، وفيه بعض المسائل أقوى، فهل نلحق هذه وهذه أم كيف نفعل؟ فما حكم أن يستاك الرجل بإصبعه؟ قال بعض الفقهاء: إذا استاك الرجل بإصبعه لا يعتبر أنه محقق للسنة. ليش؟ قالوا: لأن الشرع أولا لم يرد به، مع إمكانية وجوده. النبي صلى الله عليه وسلم حث على العود، لكن الناس كانت تحث على عهد رسول الله عندها أصابع، وكان قادر أن يقول إصبع استاك ولا بإصبع. فكون الشرع سكت عنه مع وجوده وانتشاره دل على أنه ليس مقصودا للشرع. فإذا الاستياك بالأصابع كذا. ثم قالوا العلة الثانية على أن الاستياك بالأصبع ليس بمنقل، وقد فوت مقصود السور. فإذا هؤلاء الطائفة من الفقهاء قالوا إذا استاك الإنسان بإصبعه لم يكن محققا للسنة. ليش؟ لأنه لم يلتفت إليه الشرع، والأمر الثاني أنه ليس بمنقل. بعض الفقهاء يقولون، وهو القول الصحيح، قالوا: لا، إن استاك الرجل بإصبعه فإنه يحقق جزءا من السنة، لأنه قطعا هو يحقق جزء من الإنقاذ، ولا تترك كل السنة إن أمكن القيام ببعضها. طيب، لأن السنة هي الإنقاذ، فإذا استاك الرجل بإصبعه حقق جزءا من الإنقاذ، فإذا حقق جزءا من السنة، وإذا تحقق جزء من السنة لا تترك، لأنه ما لا يترك كله لا يترك جله. فيكون من استاك بإصبعه يعني مدركا لقليل من السنة. فهذه المسألة التي هي أقل من إيه؟ من عود الآراء. طيب، إذا جئنا، الفقهاء يسمونها الأشنان، إلى الأشنان وإلى الفرشات في وقتنا الحالي وإلى المعاجين. إذا حققت المناطق في المسألة تجد أن المعاجين هذه أفضل من العود، يعني ولا يخالف ذلك
فهل إذا فعلها الإنسان كانت أولى من الاستواك أم لا؟ يقولون إذا نظرت إلى النظافة فهي أقوى في النظافة، ولكن قالوا نجد أن الشرع لما واظب في أحاديثه على السواك دل على أن استعمال السواك في تطهير وتنظيف الفم فيه شبهة من التعبد. ونحن تكلمنا على أن العبادات تنقسم على قسمين، عبادة محضة وعبادة غير محضة، يعني عبادة لا نفهم مقصودها مثل ليش نصلي أربعة ليش نصلي ثلاثة، وعبادة قد علمنا مقصود الشرع وهي مثل إزالة النجاسة. فالاستياك من جهة هو معروف مقصد الشارع وهو تطيب الفم، وأما من الجهة الأخرى فنجد أن فيه شبهة التعبد، فنقول من فعل ذلك كان مصيبا للسنة إلا أنه قد فوت عليه المقصد في الشرع باستعمال هذا. فإذا يكون هذا أفضل من حيث النظافة ولكن ليس أفضل من حيث إصابة السنة. هذا المحور الثالث الذي هو المحور الثاني الذي هو محور ما يستاك به. إذا انتقلنا إلى المحور الثالث وهو كيف يستاك. يقول الفقهاء يستاك للسان وللأسنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال كان يستاك على لسانه، فإذا اللسان كذلك مقصود من الاستياك، وليس كما يظنه كثير من الناس على أن السواك فقط مقتصر على الأسنان. فإذا يستاك للسانه ولأسنانه، ويستاك عرضا للسانه وأسنانه، ويستاك عرضا وتكون وضعت ما منها، ويغسل أو يغسله بالماء، يعني إذا هذا العود يغسله بالماء إذا أراد أن يستاك به، ويبدأ بميامن فمه، لأن الشرع دائما قدم اليمين على اليسار في المواطن التي هي مفضلة. فنأتي إلى هذه الجملة التي ذكرها الفقهاء في كتاب الاستياك. الاستياك لللسان والأسنان شيء واضح، يعني أن الإنسان يمر هذه الآلة على لسانه وبداخل فمه في أسنانه. أما يستاك عرضا وهو أن يكون هكذا عرضا، قالوا ولا يستاك طولا. وجاءت في هذه السنة جاءت فيها كثير من الأحاديث إلا أنها كل أسانيدها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاك عرضا، لكن أسانيدها كما يقول الحافظ ابن حجر كلها أسانيد ضعيفة. لكن الأطباء في هذا الوقت يقولون أن أفضل الاستياك أن يكون طولا، أن يكون طولا هكذا، يعني هذا بالفرشاة يكون هكذا، أما بالعود يكون هكذا ولا يكون عرض. قالوا ليش؟ يقولون لأن الأسنان عليها غلاف عاجي، وهذا الغلاف العاجي خلاياه يعني من النازلة من الفوق إلى الأسفل، فإذا استعملت في عكس ذلك خدشتها، فلهذا يقولون الأفضل أن يكون الاستياك طولا. الفقهاء لما بحثنا في كتبهم كلهم يقولون الاستياك عرضا، لكن أظن أن المسألة هذه يفصلها من الأطباء لأنهم هم أعلم بذلك، وخاصة أنه لم يثبت الأحاديث التي قالت أنهم يستاكوا عرضا، فيكون أفضلية الاستياك طولا. وقلنا يبله بالماء، وهذا جاء في سنن أبي داود عن عائشة أنها كانت تبل السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا الآن على المحور الثالث وهو كيفية الاستياك. بقت معنا مسألة في كيفية الاستياك، هل يستاك بيده اليمنى أم يستاك بيده اليسرى؟ بعض الفقهاء قالوا يستاك بيده اليسرى، وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن الإمام أحمد أنه قال يستاك بيده اليسرى، قالوا لأنه من باب إزالة الأذى، لأنه من باب إزالة الأذى. ونحن تكلمنا كذا مرة بأن متى يقدم اليمين ومتى يقدم اليسار، وهذا من إزالة الأذى، فيستعمل باليسار قياسا على الاستنجاء والاستجمار. هذا قول بعض الفقهاء، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الفقهاء يقولوا لا، لابد الاستياك ينبغي أن يكون باليمين، واختار هذا القول جمع من المحققين كابن الملقن والحافظ ابن حجر،
أنه يستاك باليمين. ليش قالوا؟ لأن هذا ليس من باب إزالة الندى وإن الأذى، وإنما هو من باب النظافة والتطيب، والنظافة والتطيب شيء محترم عند الشرع، فلا بد أن يكون باليمين. فإذا الآن بعضهم قال باليسار وبعضهم قال باليمين. الذين قالوا باليسار الحقوه بالأذى، والذين قالوا باليمين الحقوه بالنظافة. الآن عندما نريد أننا مثلا نتأمل هذه المسألة أو نقول ما هو الراجح فيها، يعني ما هو أقوى الدليلين عند الطائفتين، نرى أن المسلكين صحيحين، لأن القاعدة متفق عليها، ما كان من باب الأذى قدمت فيه اليسرى، وما كان من باب التطيب والنظافة قدمت فيه اليمنى. طيب إحنا لابد أننا بما أننا وقفنا عند نبحث على ما هو الذي يرجح أحد الجانبين، هل السواك من باب إزالة الأذى أم من باب التطيب؟ إذا رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب عليه البخاري باب استياك الأمير أمام أفراده، وساق بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة وكان يستاك أمامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: رأيت في المنام أنني أستاك، فأقبل رجلان فأعطيت السواك أصغرهم، فقال لي جبريل: كبر كبر، يعني أعطي السواك لأكبر. إذا تأملنا في هذا الحديث، كون النبي صلى الله عليه وسلم يستأ أمام الناس دليل على أن هذا من باب التطيب وليس من باب إزالة الأذى، لأن لو كان من باب إزالة الأذى لا أخفي، ولكن لما أبرزه الشرع دل على أن هذا مقصود، والنبي صلى الله عليه وسلم استاك أمام الناس فدل على أنه من باب التطيب، فلهذا لابد أو ينبغي أن يستاك باليمين، وهذا القول الذي ترجح عندنا والعلم عند الله تعالى. يكون بذلك ختمنا المحاور الثلاثة. بقي محور آخر في السواك، نحن قد أطلنا عليكم، لكن هذا هي سنة وقد وردت فيها حتى قيل بأنها وصلت إلى درجة التواتر، فلهذا ينبغي على طالب العلم أو على المسلم أن يلم بأحكام هذه العبادة. طيب، ما هو المحور الرابع؟ وهو محور الوقت. يقول الفقهاء: السواك له وقتان، وقت عام ووقت خاص، وقت عام ووقت خاص. نرجع الوقت الخاص حتى نسمع كلام المصنف، والوقت العام بدأ فيه المصنف فقال: قال ويسمى السواك، نعم، عند هذه ظرف الزمان، عند تغير الفن، نعم، والقيام من النوم، أمر ثاني، نعم، وعند الصلاة، نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث صحيح متفق على صحته وأخرجه الجماعة، صحيح الشيخان وأصحابه، نعم، ويستحق السائل للقاضي إلا للصائم بعد الزوال. نحن تكلمنا على المحاور الثلاثة وبينا، ثم المصنف هنا ساق الأوقات. يقول الفقهاء: وقت السواك إما عام وإما خاص. الخاص هو الصور التي نبه عليها المصنف، وهي الأوقات لاحظ الشرع أن ينبغي أن يستاك فيها ويحافظ عليها. قالوا: وهي ستة أوقات. الوقت الأول عند القيام للصلاة، وهذا الذي قاله المصنف وساق فيه هذا الحديث: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند القيام للصلاة. الأمر الثاني عند الوضوء، ولهذا جاءت في رواية البخاري معلقة: عند كل وضوء، يعني في رواية عند الصلاة أو عند الوضوء، فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث عند القيام من النوم، وهذا حديث صحيح من حديث حذيفة أخرجه البخاري ومسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف فاه إذا قام من النوم، إذن عند القيام من النوم. الأمر الرابع عند دخول البيت،
وهذه سنة مهجورة. قالت عائشة لما سئلت يا أم المؤمنين، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ما كان أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول شيء يبدأ به هو السواك. وهذا لكمال شرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يحب أن يشم منه أي ريح، فلهذا كان أول شيء إذا أراد أن يدخل بيته استعمل السواك. وهذا الموطن إيش؟ الموطن الرابع. الموطن الخامس يقولون عند قراءة القرآن، لأنه جاء في البزار بإسناد لا بأس به أن المسلم إذا قرأ القرآن اقترب منه الملك حتى يسمع هذا القرآن فيقرب فيه إلى فيه القارئ. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. فلهذا إذا أراد الإنسان قراءة القرآن يعني يستحب له أن يستاك حتى يحقق هذا المقصود. والأمر الأخير وهو عند تغير الفم، كما قال المصنف، عند تغير الفم يستحب الاستواء. يقول الفقهاء: تغير الفم يكون من أربعة أمور. تغير الفم يكون من أربعة أمور. الأمر الأول من كثرة السكوت أو من طول السكوت. الرجل أو المرأة إذا طال سكوته تغيرت رائحة فمه، أو من كثرة الكلام، كذلك قال كثرة الكلام تغير رائحة الفم. والأمر الرابع يقولون من الجوع، لأن إذا جاء الإنسان تصاعدت أبخرة المعدة تغيرت رائحة فمه. والأمر الرابع هو إذا أكل شيئا يغير رائحة الفم، وهذا شيء معروف. فإذا الإنسان إذا تغيرت رائحة فمه بهذه الأمور الأربعة يسن في حقه أن يستاك. وهذا إيش قلنا؟ هذا أمر خاص، يعني جاءت أحاديث بخصوص ذلك والالتفات إليه أقوى. وقلنا الوقت الثاني هو وقت عام، وهو أن السواك مندوب إليه مطلقا في جميع الأوقات. قال المصنف: إلا للصائم بعد الزوال. إذن يسن السياق مطلقا إلا في مسألة واحدة، التي هي الصائم بعد الزوال، وهذه مسألة خلافية. اتفقوا على أن الصائم يجوز له أن يستاك إلى الزوال، واختلفوا في كراهية ذلك بعد الزوال. فيقول الشافعية والحنابلة: يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال. وقال المالكية والحنفية، وهو قول جمهور أهل الحديث، على أنه لا بأس للصائم بالسواك في كل الأوقات. إذن جاء عندنا الآن قولان في هذه المسألة. الصباح ما في خلاف، كلهم يقولون يجوز. بعد الزوال وقع الخلاف، الحنابلة والشافعية يقولون بالكراهة، الجمهور يقولون بالجواز. طيب، ما هو دليل الكراهة لمن قالها، وما هو دليل الجواز لمن قالها؟ الشافعية والحنابلة يقولون: لأن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فإذا قالوا رائحة فم الصائم محببة عند الله سبحانه وتعالى، وما كان محببا عند الله سبحانه وتعالى يكره إزالته قياسا على دم الشهيد. أما رأيت أن الشهيد يدفن بدمه؟ ليش؟ لأن هذا الأثر مقصود للشرع، والله سبحانه وتعالى يثني على هذا الدم. فمثل ما أثنى الله على هذا الدم ولم نزله، كذلك أثنى الله على خلوف دم الصائم فإذا لا نزله. هذا دليل من الشافعية والحنابلة، واضح دليله. الجمهور يقولون: نحن نستدل بالعمومات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا، ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وجاء في الحديث الصحيح، وإن كان علقه البخاري ووصله أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم مرضاة للرب. فقالوا هذه كلها عمومات، ولم يأتي دليل خصها في ذلك، فنبقى
على العموم. وقووا هذا الدليل بما أخرجه الترمذي بإسناد الحسن أن عقبة بن عامر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في غير ما مرة وهو صائم. يعني قال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. الآن وضح القولان ووضح دليل كل واحد منهم. إذا أردنا أننا نرجح بين المسألتين، نحن لما تكلمنا على المضمضة سقنا فيها حديث قبيصة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن انظر، الشرع نبه على هذه المسألة، والسواك مثله مثل الاستنشاق ومثله مثل المضمضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التفت هنا وقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا الاستثناء لابد أن ينص عنه الشرع ظاهرا، فلو كان كذلك لقاله النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، ولقال استاكوا إلا بعد الزوال. فلهذا يتقوى قول الجمهور وعلى أنه يجوز للصائم أن يستاك في جميع الأوقات، وهذا القول هو أقوى من حيث الدليل، والعلم عند الله تعالى. واضح أحكام السواك؟ أظن أننا استوقينا الآن هذه السنة شروطها وأركانها، وهذا من باب المحافظة على ذلك، وينبغي للمسلم أن يفعل ذلك لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يؤجر الإنسان على فعل السنة إن عقدها بقلبه، فلهذا الإنسان لا يتهاون في فعل السنة. بل يقول الفقهاء رحمهم الله: الأعمال التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى سواء تقرب إليه أو ابتعد منه لا يحتقرها الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى لما يعطي الأجر أو لما يعاقب لا ينظر إلى الصغر. هذا الصغر في نظرك أنت، أما في نظر رب العالمين يوجد حسابات أخرى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة بكلب سقط. يعني نحن عندنا في الشرع على أن الكلاب أصلا إذا شرب لابد أن تغسل من وأنك لا تسكنه معك. انظر، يعني الكلاب منبودة عندنا في الشرع، ورغم ذلك أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى هذه المرأة ولما أحسنت إليه وكانت بهذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم على غصن في الطريق فنحاه وقال: إن هذا يضر المسلمين، فأدخله الله به الجنة. بس شاء الغصن، لكن نيته كانت صادقة. فإذا الله سبحانه وتعالى لما يعطي الثواب لا ينظر إلى القلة في الفعل مثل ما نحن ننظر إليه. وفي نفس العكس، إذا عكست المسألة لا تحتقر الذنوب وتقول هذا ذنب صغير ما في مشكلة. لهذا يقول بعض السلف: إذا أقدم الإنسان على معصية يقول فيقول لك: أنت لا تنظر إلى الصغيرة التي تفعل، لكن هي في حق من؟ في حق رب العالمين. لهذا جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة كذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت امرأة النار في هرة. فإذا المقاييس الأفعال ليست في عند الله سبحانه وتعالى بمقاييسنا نحن. فرحمه الله على باب الوضوء واستوفاه ناسب أن يذكر المسح على الخفين لأنه من توابع الوضوء. المسح في لغة العربي هو إمرار اليد المبلولة على الشيء الممسوح، والخف هو تعريف الخف في لغة العرب، هو نعل صابغ للرجل مصنوع من الجلد. فقال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين، أي سوف أتكلم لك في هذا الباب عن مجموعة من الأحكام تتعلق بالمسح على الخفين. ليش المصنف رحمه الله أتبعها مباشرة؟ لأنه تكلم على أن الرجل حكمها الغسل، فناسب أن يذكر المبدلات، لأن الخف هو بدل في عن غسل الرجل. يقول الفقهاء: هذا النقل ينقسم على قسمين: نقل بدل ونقل أصل. نقل بدل ونقل أصل. نقل أصل إحنا تكلمنا على الله سبحانه قال: وامسحوا برؤوسكم. جاء رجل ومسح برأسه على شعره ثم حلق شعره، هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأنه الله أمرنا بأن نمسح على الرأس،
لكن وجد الشعر، لكن الشعر كان بدل أصل، فلهذا لا يؤثر زواله. لكن إذا مسحت عن خفك ثم نزعته انتقض وضعك، لأن الخف نقل بدل وليس نقل أصل. واضح المسألة هذه؟ طيب، هذا النقل عند الفقهاء على قسمين: نقل أصل ونقل بدل. نقل الأصل لا يؤثر إذا زال، مثل من مسح على شعره ثم حلقه، اتفقوا على أن مثل يقول شيخ الإسلام على أن وضوءه صحيح وباقي. والنقل الثاني هو نقل بدل، يعني انتقلت من بدل إلى بدل، هو مثاله المسح على الخفين. نريد أننا نفصل في هذه المسألة لأنها بداية الباب. لا، سوف نتكلم عليها الآن. الستائر التي يمسح عليها أو هذا النقل البدل هي ثلاثة أقسام في حكمها: قسم يجوز المسح عنه، وقسم لا يجوز المسح عنه، وقسم مختلف فيه. الآن احنا تكلمنا، الشرع قالك لابد أن تغسل وجهك ويديك ورجليك وتمسح برأسك. طيب، إذا جاءت سواتر على هذه الأربعة، إيش يكون الحكم؟ حكم هذه السواتر على ثلاثة: سواتر يجوز المسح عنها، وسواتر لا يجوز المسح عنها، وسواتر مختلف فيها. أما السواتر التي يجوز المسح عنها هي الخفين، فقد اتفقوا على جواز المسح على الخفين وعلى الجبيرة، لهذا قدمها المصنف وسوف يذكر أحكامها. فإذا يجوز المسح على الخف ويجوز المسح على الجبيرة، هذا الشيء الذي اتفقوا عليه. واختلفوا، والشيء المختلف فيه هو المسح على العمامة، هل يجوز أم لا يجوز، لأنه بدل عن الرأس وسوف نتكلم على ذلك. وساتر اتفقوا على عدم الجواز، وهو القفازان والبرقع بالنسبة للمرأة، يعني لا يجوز باتفاق أن يمسح على هذا الأمرين. فإذا بقي من عندنا المسح على الخف والمسح على الجبيرة والمسح على العمامة. فبدأ المصنف رحمه الله بالمسح على الخفين لأنهم اتفقوا على جواز ذلك. قال رحمه الله: ويجوز المسح على الخفين. بدأ رحمه الله بالحكم، وإن كان الفقهاء يقولون إن دراسة هذه السنة أو هذا الباب المسح على الخفين قائمة على سبعة محاور. المحور الأول هو ما هو حكم المسح، والمحور الثاني هو تعيين المحل، يعني إيش الشيء الذي تمسح عليه. طيب، خف، هل هو من جلد؟ طيب، هل يجوز تمسح على الجوارب؟ تعيين المحل. الأمر الثالث، المحور الثالث، هو تحديد المحل، طيب تمسح من فوق، تمسح من أسفل، تعيين المحل. الأمر الرابع في صفة المسح، تعيين المحل وتحديد المحل، في تعيين وفي تحديد. والأمر الرابع هو صفة المسح، والأمر الخامس هو التوقيت، والأمر السادس هو صفة الخف، والأمر السابع هو نواقض الخف. طيب، ما هي الشيء الذي ينقض مسح الخفين؟ فهذه سبعة محاور سوف يتكلم عليها المصنف رحمه الله. نحن عادة نذكر المحاور حتى يتصور طالب العلم هذا الباب، لأنك إذا نظرت إلى هذه لا تجد أي مسألة تخرج عن هذه المحاور السبعة. بدأ المصنف رحمه الله بالمحور الأول وقال: يجوز المسح على الخفين، يعني هذا حكمه الجواز. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: بلغني عن 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة. ويقول الحسن البصري رضي الله عنه: حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة. فإذا هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا اتفقوا على جواز المسح على الخفين للرجل وللمرأة في السفر وفي الحضر. نكتفي عند هذه المسألة ونرجع بقية المسائل في الحصة القادمة، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. صلى ربي وسلم على سيدنا محمد.